السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، تحياتي لكم. عشاق جدوعة، واحد التلميذ جدع للبيع، عنده عماين وشي حاجة ما بينش فيها الخوت. مهم، اللي بغاه مرحبا، اللي بغاه يتوكل على الله والله يسر لكل واحد. مهم، أي حاجة كان بارتاجيها معكم، وتحياتي لكم جميعا الخوت. اول مرقد الفقيه بن صالح الخوت، وعنده لابيس في العنق ثابته، وعيب البحيرات في تشهد. المعلومات اللي كتسمعوا في الفيديو هي اللي خصكم تلقاو. والفقيه بن صالح، المرقد الفقيه بن صالح، وثمن جد 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 مناسب. وتحياتي لكم الاخوان على المتابعه. وكما قلت لكم، بلوريقات ديالو بيديغري ناضي جدع ميصل سنينات الحليب. تحياتي للجميع، يلا دوزوا بخير، فيديو قادم ان شاء الله.